عندنا المثلث المتسقين، لو أ ب ده بيساوي أ ك، لو جالنا خط كده كده عمودي وينصف القاعدة، ينصف زاوية الرأس، هو بيجيب لي اتنين وأنا أجيب التالت، يعني لو قال لي منصف لزاوية الرأس أقول له أنا عمودي على القاعدة وينصف، قال لي في المثلث المستقيم المستقيم العمودي على القاعدة ينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس. هما 3 حاجات، ينصف زاوية الرأس، ينصف الرأس، ينصف القاعدة، وعمودي على القاعدة. هو بيجيب لي واحدة وأنا أقول اتنين، أو بيجيب لي اتنين وأنا أقول اتنين. طب ساعات بدل كلمة ينصف القاعدة وعمودي على القاعدة يقول لي محور تماثل للقاعدة. يعني يقول لي في المثلث المتساوي، بس كل ده لازم يقول لي في المثلث المتساوي الساقين. المنصف لزاوية الرأس ماله؟ أو أنا قايل له عمود نصف القاعدة عمود القاعدة. طب لو قال لي محور تماثل للقاعدة، يعني هو قال المعلومتين دول، أقول له أنا نصف زاوية الرأس كده يعني. يعني لو عندي مثلث فيه ضلعين، واحد اتنين واحد خمسة كده، 2 سنتي وده 5 سنتي، طول الضلع الثالث ده ينحصر يعني بإيه؟ طول الضلع الثالث ينحصر بإيه؟ الطرح بتاعهم والمجموع بتاعهم. تمام؟ هو كان بيقول لي معلش، كان بيقول لي إيه؟ 2 و7. الإجابة المسألة اللي جاب بتاعت 3 و7. 2 و7 سوري، 2 و7. يبقى بينحصر بين الطرح بتاعهم وبين المجموع بتاعهم. يبقى دي 5 ودي هتبقى كام؟ 7 دي 9. ساعات يقول لي ايه؟ ساعات يقول لي طول الضلع الثالث ينتمي الى الفتره، الفتره المفتوحه، برضه اقول له 5 و9 اللي هم الرقمين دول. المساله دي رسمها لي ويقول لي ان ده منتصف ا ب وهي منتصف ا ب، وكاتبها لي تحت كلمه في الشكل المقابل، يعني ده يعتبر معطي. فانا المعطي هاخده اقول له ايه؟ هقول له البرهان بقى على طول اهو. يعني بكتب بقى المعطيات المطلوبه البرهان على طول، بما ان د و منتصفه ا ب و ا ب. دي تفيدني في ايه؟ تفيدني في حاجتين. الحاجه الاولى طالما د و في منتصفه يبقى القطعه ده اللي هي ده بتوازي ب ج بتساوي نص، يعني بتوازي ب ج وتساوي نص. هو بصراحه قال ان ب ج ده ب 14، فانا هكتب له الكلام ده اقول له اذا ده اللي هي توازي ب ج، ووراها تاني اذا ده اللي هي يساوي نص ب ج، وجنبها على طول يساوي 7 سم، لان ب ج ب 14 يبقى دي 7. واجري بسرعه واكتب عليه 7 سم. طب ده المعطى الاولاني اللي هو بيقول لي ج ده التقاطع ب هي يساوي ب. في حته كمان هستفاد ان د وه في المنتصف، طالما الدال في المنتصف بتاع الضلع ده يبقى ج ده المتوسط، والهي في منتصف الضلع ده يبقى ب هي المتوسط. اقول له الكلام ده اقول له اذا ج د و ب ه ده متوسط وده متوسط، متوسطات المثلث البيجي. طيب المره بقى طالما دول متوسطات، طب ما احنا عارفين المتوسط هو 200 ان ج د 18، كله 18، يعني 200 ج د كله 18. احنا اتفقنا طالما يديني المتوسط كله، احنا عارفين ان المتوسط ده ينقسم بنسبه 1 الى 2، لما يدي لك كل ده 18 يعني ج د كله 18 اوكي، وانا عايز اقسمه يعني بنسبه 1 الى 2، الحته دي قد دي مرتين، او ماسك ال 18 قاسمها على 3، لما اقسمها على 3 يطلع لي الحته الصغيره، فانا هقول له دال ميم، اذا كله اذا، اذا دال ميم يساوي 18 على 3 يساوي 6 سم، يبقى الحته الصغيره ده هتبقى 6 سم، وبناء عليه الحته الكبيره هتبقى 12 سم، يبقى وراها على طول اذا كل اللي بجيبه اقول له اذا واكتبه، اذا ميم جيم هيبقى 12 سم. حلو قوي. طيب واللي اجيبه اكتبه على الرسم. طيب في متوسط تاني هو مديهولي بيقول لي ان ب م ب 12 سم، ب م ده بيقول 12 سم، طب ما معروف ان م ايه؟ بنص، يعني انا ممكن اقول له بما ان ب م يساوي 12 سم اذا
ميم دال ميم هي يساوي 6 سنتي، يبقى طالما بيه ميم 12 يبقى الميم هي بقى 6، واكتب على الرسمه 6 سنتي. طيب هو طالب محيط مثلث ميم دال، ميم دال هي اللي هو مثلث صغير. طب او ما يدو اذا محيط مثلث ميم دال تجمع بس الاضلاع، يعني ده 6 وده 6 وده 7، 6 زائد 6 زائد 7 يساوي 19 سنتي، وخلصت على كده المسألة الثانية. خلصت على كده، خلصت بقى العلامة دي، يساوي 19 سنتي. المسألة دي سهلة، فكرة جديدة، بس هي دي اثبت ان ألف ب مستقيم محور لبيت. هي القصة ايه؟ ان انا لما بيكون عندي قطعة مستقيمة كده، محور التماثل بتاع اللي هو عمودي ونصف، لو انا حطيت اي نقطة عليه، اي نقطة عليه زي ما هو حط ايه كده، هو نقول ان بي ودي، لو حطيت نقطة زي هي تكون على ابعاد متساوية من اطراف القطعة المستقيمة، ولو حطيت نقطة زي الف تكون على ابعاد متساوية من اطراف القطعة المستقيمة. فضل عصر، فعشان كده الف هي بقى محور تماثل للقطعة المستقيمة. فانا هقول له الكلام ده، انا هقول له بما ان أ ب يساوي أ ب، اذا أ اللي هي بتنتمي للمستقيم أ ب على ابعاد متساوية من طرفي، ب بالمثل، هقول له بالمثل، بالمثل يعني نفس الطريقة اللي هي اللي بتنتمي لأ ب على ابعاد متساوية من طرفي به، وبناء عليه اذا الف ب محور تماثل هي معتمده على الابستمتي. يعني فكره مساله جميله وجديده، بس هي معتمده على الفكره، على الفكره. المساله دي مشهوره جدا، بيجي يقول لي اثبت ان قياس زاويه الف ب اكبر من قياس الف ب، بنيجي على الزاويتين اللي هو عايز يثبت ان هم اكبر من بعض، ونعمل احنا عمل كده مصر القبر، لازم اعمل كده. ليه بقى؟ عشان كده اقسمهم لمثلثين، بقى في مثلث فوق اسمه الف ب ده، في مثلث تحت اسمه ب ج ده. هسمي الزوايا دي ممكن اسميها 1 2 3 4. يشتغل الاول في المثلث اللي فوق، ممكن اقربها له اهو، اقول له في مثلث الف ب ده، مش يعني اشتغل في المثلث. انا عندي الف د اكبر من الف ب، اقول له بما ان الف د اكبر من الف ب اهو، ولا 7 ولا 6. طب في الف د بيشاور على مين؟ هو المثلث اسمه اصلا الف ب د، فانا لما اقول الف د اصلا زاويه ب اللي هي اسمها 1، اذا قياس زاويه 1 يعني الف، كان الف د بيشاور على ب، الف ب هو الف د هو الكبير، زاويه 1 هي الكبير، يعني قياس زاويه 1 هتبقى اكبر من قياس زاويه 3. طبعا مش نقول بقى الواحد اصغر من ثلاثه، لا، يعني دول مش ارقام، دي اسماء الزوايا، زاويه واحد وزي الزاويه الاولى والزاويه الثالثه. طيب هرجع عشان في المثلث اللي تحت، في مثلث هو اسمه ب من ده، اقول له نفس الكلام، اقول له بما ان ج د اكبر من ب، اذا ج د هو بيشاور على الزاويه دي، يبقى زاوية 2 دي هي اللي أكبر من زاوية 4، إذا مقياس زاوية 2 أكبر من مقياس زاوية 4. يعني بمعنى صح، لو أنا بقى ممكن أسمي أنا المعلومة دي 1 والمعلومة دي 2، أقوله بجمع 1 و2. يعني إيه بجمع 1 و2؟ يعني معناها زاوية 1 أكبر من 3، زاوية 2 أكبر من 4. طب ما يبقى زاوية 1 و2 هما الكبار لو اتجمعوا أكبر من زاوية 3 و4. فانا لو جمعت 1 مع 2 هيدينا الزاويه اللي اسمها ايه؟ أ ب ج، اقول له اذا جمعت 2 اذا كانت زاويه أ ب ج اكبر، مش 1 و2 اللي هم الزوايا، 1 و2 اللي هم المعلومتين دول يعني. يعني عايز اقول زاويه 1 زائد زاويه 2 هيبقى اكبر من زاويه 3 زائد زاويه 4. وزاويه 1 زائد زاويه 2 لو اتجمعوا يعملوا الزاويه الكبيره اللي اسمها أ ب ج اكبر من زاويه أ ب د. دي المساله دي مهمه يعني كتير جدا.